خليني دي هنا مفيش مشكله. طيب خليني بقى دلوقتي انا عملت الريش، خلينا نبدا نعمل الكفته اللي هنطلع من الكفته دي كفته، وهنعمل منها كمان الطرد اللي هي مناديل بطن الخروف، ودي برضو بنجيبها واحنا لا يعني بتبقى باقيه عندنا سواء في الذبح او لو جبناها من عند الجزار، ونقطعها وندخل جواها الكفته وتبدا تتشوي على الفحم. الفكره المناديل اللي بره الدهن ده هو اللي يبدا يسيح، بيدي الطعم طبعا للكفته اللي جوه. اي نعم بتشرب كل الجوز ده، لكن في النهايه بتبقى طعمها حلو قوي، طعمه حلو قوي. وهنقول برضو تتبيله الكفته على الطريقه الشامي كده، يحطوا لها فلفل الوان، وبيبقى فيه كمان صوصات كده بتتباع، صوص شوي للحمه لو لقيناه في السوبر ماركت وحبيتوا تجيبوه، هي مش غاليه، برطمان كده صغير مكتوب صوص شواء للحوم، يبقى حلو لما نحط معلقه منه بالذات في الحاجات الباربيكيو اللي بتتشوي او بتبقى يعني برجر، لحمه مفرومه، كفته، يعني شيش كفته، اي حاجه اللي انتوا تحبوه، فبتدي تيست كده حلو للمشويات. انا هحطه في الكبه وهنعمل الخليط بتاعي. خليني الاول اقول لحضراتكم الوصفه بتاعته او الطريقه هي عباره عن ايه. الكفته الشامي عندي تلت يعني تلت كيلو من اللحمه الضاني على تلت ارباع يعني كيلو الا ربع من اللحمه الكندوز. انا خدت يا دوب ربع كيلو لكيلو الا ربع، يعني كيلو الا ربع لحمه كندوز عليه ربع كيلو لحمه ضاني او حته من الضاني فرمتها معاه، خدت منها بس الطعم الحلو ده. عندي فلفل رومي اصفر مكعبات صغيره واحمر، عندي بقدونس مفروم ناعم، جوزة الطيب، ملح وفلفل، معلقتين كبار من صلصة الشوي اللي انا قلت لحضراتكم عليها لو متوفرة. الطرب هي الفكرة فيه في التغيير، ان الطرب هو اللي هدخل فيه مقادير الكفتة دي لكن جوه مقادير جوه مناديل الشيش طاووق. تمام كده عشان اعمل صوت بس. طيب عندي بعد ما نزلنا مقادير الكفته، خلاص احنا قلنا حوالي كيلو الا ربع من اللحمه الكندوز على ربع كيلو من اللحمه الضاني فرمتهم مع بعض اهو اللحمه المفرومه. وبعدين عندي مناديل بطن الخروف الحلوه دي اقطعها واستخدمها، عندي بقدونس مفروم وعندي كمان طماطم وعندي فلفل الوان وشويه من جوزه الطيب ملح وفلفل، يعني هعملها ايه كفته كده، بس هاخد برده طعم اللحمه الحلوه اللي انا خلطت بيه الضاني عشان استفيد بطعم اللحمه. خلوني اجيب بوله ونبدا نعمل الحاجات، وبعدين في الاخر نقفل بقى المشويات بتاعتنا دي ونحطها على الجريل ونشوف هنعمل ايه. ادي كده منديل ده هنبدا بقى البس جلاف. خليني بقى اشوف هنا احنا عندنا ايه. اللحمه المفرومه اهي، انا بس عايزه اديها فرمه في الكبه قبل ما اخلطها هنا، بس هعملها في الكبه على طول. خليني اعملها في الكبه على طول، هاخد بس شويه كده للطرب والكفته. طيب عندي التوابل وعندي بقدونس، خليني اخد كده دي جوزة الطيب، عندي ملح وفلفل طبعا، وعندي ملح مش هحط ملح كتير، احنا مش عايزين شوية من البقدونس كده مع الكفتة اللطيفة دي. لما تتضرب كويس قوي هبدا اخلط فيها الفلفل الالوان، بس شويه كده تتخلط كويس. بسم الله.
كويس، بس باقي خلطة كمان. هاخد بقى اللحمة كده وهنزل هنا. بصوا نعمت قوي. كده بقت ناعمة خالص، بصوا ازاي خليط ناعم قوي. ممكن بقى اضيف عليه شوية من الفلفل الالوان كده، شوية صغيرين. خليني بس الاول اخد شوية هنا كده، اعمل بيهم كام كفتاية لطيفة كده من غير الفلفل. خليني احطها هنا جنب اللحمة واخد الباقي كده بالفلفل الالوان ده كده.